ما الذي يحدث في أوروبا وتحديدا في فرنسا؟ خالد شقير مراسل إكسترا نيوز من هناك وتحديدا من مارسيليا معنا الآن على الهواء مباشرة. خالد تحياتي لك في بدء الأمر، وأبدأ معك بملف الانتخابات الفرنسية تحديدا. هناك الكثير من التحليلات السياسية والأراء التي تشير وتقول بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الأخيرة ربما يعني دعمت بشكل غير مباشر حظوظ الرئيس إيمانويل ماكرون في الانتخابات القادمة. مؤشرات الانتخابات في الشارع الفرنسي لديك خالد، ماذا عنها؟ تحياتي آية ليكي والهمام ولكل السادة المشاهدين، ورمضان كريم. بالطبع الأجواء في أوكرانيا طغت على الساحة هنا في فرنسا أسبوع قبل الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية القادمة، وهي الأحد القادم والجولة الأولى. أما الجولة الثانية فستكون الأحد 24 من إبريل، ليتعرف الفرنسيين عن من هو ساكن قصر الإليزيه لمدة 5 سنوات أخرى. بالطبع جميع استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة أكدت على أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو الأوفر حظا بتواجده في البيت في قصر الإليزي ولمدة 5 سنوات، بالرغم من هذه المناكشات السياسية وهذا التواصل عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعو بعض الفرنسيين ممن الذين يعانون وبصفة خاصة في ملف القوى الشرائية بالتصويت لأي مرشح آخر في هذه الانتخابات الفرنسية. الرئيس إيمانويل ماكرون بعد أن كان الملف الأوكراني يشغله وشغله الشاغل نزل في جولة بالأمس أو حملة انتخابية كبيرة في منطقة لاليفانس بالعاصمة الفرنسية باريس، وأمام الكثيرين من الفرنسيين تحدث عن جهود الحكومتين، حكومة إدوار فيليب وحكومة جان كاستيكس مع الفرنسيين لتحقيق الكثير من الملفات أو حلحلة الكثير من الملفات، أهمها ملف البطالة. وتحدث على أنه وحكومته استطاعوا تقليل أعداد البطالة في بالرغم من استمرارها في الارتفاع في آخر 20 عام، إلا أن الرئيس إيمانويل ماكرون دعا الفرنسيين بأهمية التكاتف معه خلال حمل هذه الحملة، وحتى لا يعطي الفرصة للمتطرفين حد على حد قوله سواء من أقصى اليسار أو من اليمين المتطرف. والحقيقة جميع استطلاعات الرأي التي تم إجراءها في الأيام الأخيرة أكدت على أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيحصل على 28.5% في الجولة الأولى، ومارين لوبان هذه على 20% خالد، وميليون شون على 15. طيب هذه الاستطلاعات خالد كانت تشير ربما إلى تقدم أو تفوق ماكرون عن لوبن بفارق 12 نقطة ربما في خضم هذه الحرب أو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكن هذه الشعبية تقلصت كثيرا في الأونة الأخيرة. ربما بالأمس أو قبل يومين كان هناك أيضا استطلاع رأي أشار إلى تقدم ماكرون فقط ب6 نقاط عن لوبن. لأي مدى الوضع الاقتصادي الناتج عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثر بشكل مباشر على استطلاعات الرأي تجاه ماكرون أو حتى شعبية ماكرون في الشارع الفرنسي؟ الحقيقة همام هذه النقطة التي أكد عليها جميع المحللين السياسيين، وكان هناك نصائح من قبل حزب إلى الأمام، حزب الرئيس إيمانويل ماكرون، بأهمية الأخذ في الاعتبار هذا التقلص في النتائج. كانت جميع الاستطلاعات السابقة بتؤكد على أن هناك فوز بارتياحية كبيرة للرئيس إيمانويل ماكرون أيا كان منافسه أو منافسته، مارين لوبان أو ميلانشون أو فاليري بيكريس أو إريك زامور، كانت النسبة تزيد عن 15% ما بين أي مترشح أو 10%. الآن هذه النسبة تقلصت إلى 3 نقاط، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على يعني أن مارين لوبان وميلانشون استطاعوا فتح هذا الملف الذي هو يهم الفرنسيين بصورة أو بأخرى أو بالدرجة الأولى في هذا التوقيت، وتحدثوا عن خططهم لتحسين هذا الملف. وكان ميلانشون يتحدث عن زيادة المرتبات بالرغم من أن هذا الاقتراح لم
يلاقي ترحيبا من قبل الاقتصاديين. وتحدثت مارين لوبين عن تخفيض مثلا الضريبة عن على المحروقات أو على الغاز والكهرباء من 20% ل 5.5%، وبدأوا يفتحوا هذا الملف. وبالتالي مع تطور الأمور على الأرض في أوكرانيا وبدأت زيادة الأسعار، الفرنسيين العاديين والطبقة المتوسطة والفقيرة تشعر بها، حتى أيضا بدأت الطبقة الغنية تشعر بها. وبالرغم من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية من خلال دعم بعض الأسر الفقيرة بشيك لدفع فواتير، ولكن خالد يعني السؤال الآن كيف يتحقق كل هذا وأن معدل التضخم يرتفع أكثر من المتوقع في فرنسا تحديدا؟ يعني هل البرامج الانتخابية ربما توفر هذه النقطة في الحديث عنها في وجود بعض الحلول الاقتصادية البديلة العاجلة حتى تنقذ الاقتصاد الفرنسي في هذا التوقيت ومع قدوم الرئيس الجديد الذي ربما يعني يشهده الإليزي خلال هذا الشهر؟ الحقيقة يعني آية، جميع وسائل الإعلام التي في مثل هذا الوقت جرت العادة تستضيف السياسيين، اليوم بدأنا نشهد أن الاقتصاديين هم أكثر الضيوف على مثل هذه القنوات بي اف ام تي في. منذ لحظات كان لها لقاء مع الاقتصادي الكبير جون فليب ليكلير، وهو أحد كبار يعني المستثمرين الفرنسيين، وهو معروف بدعمه للفقراء وتقليل أسعار السلع للفقراء. تحدث لكلير عن أن هذه الأزمة التي تشهدها فرنسا الآن هي ليست بسبب الأزمة الأوكرانية، وأن الأزمة الأوكرانية ستتسبب في أزمة أكبر اعتبارا من الصيف القادم والخريف والشتاء، ولهذا في حالة يعني استمرار الوضع في أوكرانيا على ما هو عليه، ولهذا هناك نوع من الخوف والتشاؤم في هذه المرحلة وفي الأيام والأشهر القليلة القادمة. ولهذا يعني الرئيس إيمانويل ماكرون كان واقعيا وتحدث عن مشكلة الأمن الغذائي وأهمية توفير الأمن الغذائي، وتصريحات برونو مير وزير الاقتصاد الفرنسي الذي كان الهدف منه هو تطمين الفرنسيين. وبالرغم من هذه التطمينات إلا أن ما زالت يعني هذه الملفات بالنسبة للفرنسيين ليس هناك حلا سحريا في الوقت الذي تحاول في الأسر الفرنسية التوفير أو ترشيد الاستهلاك، لأنه جرت العادة أن يغير الفرنسي من عاداته وتقاليده ويتنازل عن بعض مما يعني يحب، ولكن في هذه الفترة وفي هذه المرحلة هذا وحده غير كافي. التضخم ما زال مرتفع، يعني زاد عن 5.1% في فرنسا، في أوروبا زاد عن 7.5%، وما زالت للأسف الشديد جميع التصريحات بتؤكد على أن في حالة استمرار هذه العملية في أوكرانيا فإن الوضع سيزداد سوءا، وهذا ليس كلامي، كلام لكلير وهو أحد أهم الاقتصاديين الفرنسيين في هذه المرحلة. طيب خالد، في مثل هذه الفترة من عام 2017 استطلاعات الرأي كانت تشير إلى أن ماري لوبينك حصلت في استطلاعات الرأي على 40 أو 41% من الشعب الفرنسي، الآن هي تشير إلى 46 أو 47%. هل الأزمة الأوكرانية الروسية، هل الضغوط الاقتصادية على المواطن الفرنسي كانت تصب في النهاية لصالح ماري لوبان على حساب الرئيس الفرنسي الحالي ماكرون؟ أي بمعنى آخر، هل الانتقاص من شعبية ماكرون هو لصالح لوبين في النهاية أو بشكل مباشر؟ الحقيقة يعني الأزمة الأوكرانية قد ساهمت في بداية الأمر بارتفاع الأصوات مع للرئيس إيمانويل ماكرون، وما زالت يعني ما زالت ثقة الشعب الفرنسي الحقيقة في الرئيس ماكرون في هذا الملف على وجه التحديد، وملف طبعا جائحة كورونا، وملف أيضا الخاص بملف الآخر وهو الملف الخاص بالأمن في فرنسا، هو من أهم الملفات اللي الرئيس الفرنسي بيحاول
أن يعني يتحدث في بالنسبة للفرنسيين وتقديم المساعدات وملف البطالة، تقليل البطالة. بالتأكيد هذه الملفات بتدفع في طريق الرئيس إيمانويل ماكرون. الذي يجذب الرئيس إيمانويل ماكرون للخلف هو ملف القوى الشرائية التي هي بالفعل يعني الشعب الفرنسي يعاني الآن، يعني هذا الشهر أكثر من الشهر الماضي وأكثر من الشهر في شهر يناير وأكثر من العام الماضي. ولهذا هنا أخذت مارين لوبين بالحبل وطرف الخيط هي وإيريك ميلانشون وبدأوا يتحدثون للطبقات التي هي كانت في الأساس همام ترفض الإدلاء بأصوتها، وهي الطبقات المهمشة الفقيرة والمتوسطة. ولهذا دق إدوار فيليب وهو وزير رئيس الوزراء السابق ورئيس أحد الأحزاب أحزاب الوسط الفرنسية، ناقص الخطر للرئيس إيمانويل ماكرون بأهمية النزول في الشارع وإجراء حملاته الانتخابية، ولا يكتفي بمجرد عمل لقاءات في التلفزيون ولقاءات عن طريق السوشيال ميديا. ولهذا شاهدنا هذه الجولة التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون بالأمس، وتحدث عن قدرة حكومته في دعم الأسر الفقيرة والمتوسطة، وأن فرنسا ستفعل كل شيء، كل ما لديها، وأنه سيدفع سيحارب من أجل إنقاذ الإنتاج والصناعة الفرنسية. طيب خالد، نحن نحتاج لتوضيح أكثر، ما هي الطبقة الفقيرة والمتوسطة بالنسبة للمجتمع الفرنسي؟ يعني هل هناك معايير يعني تحديد ماهية هذه الطبقة أو من يندرجون تحت هذه الطبقة تحديدا، الفقيرة أو المتوسطة؟ ما هي المعايير الفرنسية لتحديد يعني هؤلاء الأشخاص؟ الحقيقة آية، فرنسا عدد سكانها 64 مليون نسمة، منهم 10 مليون نسمة يعني يندرجون تحت هذه يعني هذه الفئة، وهم كل من هو يعني دخله أقل من الحد الأدنى للمرتبات. على فكرة تم يعني زيادة الحد الأدنى للمرتبات اعتبارا من شهر مايو القادم ليصل ل 1300 يورو في الشهر. هذه الطبقة هي الطبقة التي لا تعمل، الطبقة الفقيرة التي تعيش على المساعدات، وهذه المساعدات هي سواء مساعدات فقد الوظيفة أو مساعدات عدم القدرة على العمل، فلهم معاشات خاصة. هذه الفقرة يعني هذه يعني الفئة من الشعب الفرنسي وعددهم في ازدياد الحقيقه وصل ل 10 مليون، وصفه الكثير من الفرنسيين. ولهذا تتذكرين جيدا ايه ان الرئيس ايمانويل ماكرون في بدايه يعني فترته الاولى كان هناك اسم يستخدم دائما وهو انه لو بريزيدون دريش او رئيس الاغنياء، ويعني هذا جاء لان سياسته هي سياسه ليبراليه وبيحاول الحفاظ على هذه الشركات الغنيه ويدفع الأغنياء في فرنسا، يلغي من الأغنياء الضرائب لأنهم يقومون بتشغيل بعض من هذه الفئة المهمشة الفقيرة، وللأسف هي معظمها من الفئات من الأجانب، وطبعا تم تهميشهم بصورة أو بأخرى سواء كانت لأسباب اللغة أو لأسباب عنصرية. ولكن هذه الفئة متواجدة، ويعني في 80% منهم عندهم الجنسية الفرنسية، فمن حقهم التصويت في هذه الانتخابات، وهذا هو الذي يصب في مصلحة مارين لوبين التي بدأت تتحدث إلى هذه الطبقة واختفت من خطاباتها العنصرية. كان هذا سؤالي خالد بشكل مباشر، صحيح أن الأوضاع الاقتصادية هي تتحكم وهي معيار رئيسي ومهم في حسم نتيجة أي انتخابات في العالم، لا سيما في أوروبا في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة في كل العالم، لكن البعض يرى أن خطاب مارين لوبين مؤخرا كان أكثر اعتدالا من 2017، وبالتالي إلى أي مدى يمكن يساهم هذا الاعتدال في خطاب مارين لوبين البعيد عن العنصرية البعيد عن الراديكالية المتشددة في زيادة أسهمها في الانتخابات القادمة؟
الحقيقة يعني هذا الأمر هو صعب أن تصل مارين لوبان إلى قصر الإليزي، ولكن على حسب المختصين ليس مستحيلا، وفي حالة وصولها إلى المرحلة الثانية يمكن أن يتم التصويت لها، ليس لأنها بتمثل هذا الفكر يعني هذا الفكر السياسي، ولكنها رفضا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي لا طالما دافع عن يعني الأغنياء في فرنسا ومصالح الأغنياء. وطبعا الرئيس إيمانويل ماكرون دافع عنهم لأنهم يتوحون الفرص لتوفير العمالة، وهذا ما استطاع أن ينجح فيه الحقيقة بتقليل أعداد البطالة. ولهذا إذا يعني وصلت مارين لوبان بالتأكيد سيكون لها فرصة بصورة أو بأخرى بنسبة 10% من أن تكون متواجدة في قصر الإليزي في الأيام القليلة في الخمس سنوات القادمة. ولكن ما زال السباق مستمر، أمامنا أسبوع أمام في هذا السباق من الطريق إلى الإليزي. الجميع يؤكد على أنه يمكن أن تحدث المفاجأة ولن تكون مثلا لكن خالد فيما يتعلق بخطاب مارين لوبان المتغير. بالنسبة لمارين لوبان بالفعل هي بدأت همام تغير من خطاباتها. في البداية همام مثلا بالنسبة للرئيس الروسي هي كانت من الشخصيات التي معجبة جدا بالرئيس الروسي بعد الأزمة الأوكرانية في محاولة لاستمالة من هم ضد الرئيس الروسي في فرنسا، غيرت هذه الرسالة. أما بالنسبة للأجانب مثلا فهي كانت بتعتبر أن كل أجنبي هو يعني لا يستطيع التأقلم داخل المجتمع الفرنسي و التعايش مع الثقافة الفرنسية، وعلينا بطردهم ومنعهم من التواجد في مهام معينة. ولكن بدأت بالفعل تغير وتؤكد على أن هناك ليس الجميع هم ضد الجمهورية وضد مبادئ الجمهورية، وعلينا أن نوفر لهؤلاء العيش بكرامة. وبدأت تتحدث على أنها تتحدث طب خالد بعيدا عن الشعارات الانتخابية الرنانة التي ربما يعتاد عليها يعني الشعب الفرنسي خاصة في هذا التوقيت تحديدا، هل بالفعل المواطن الفرنسي يعني مهتم ويعي بهذه المسألة الانتخابية، أم أن أولوياته تغيرت خاصة مع هذه الأيام الصعبة، سواء كانت من خلال الأزمة المنسية العالمية كورونا أو كذلك أيضا مع تداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا؟ بشكل أو بآخر هل هناك سلوكيات تقشفية وترشيد استهلاك كما أشرت في سياق تعبيرك ربما يلجأ إليها الفرنسي الآن، ولا يفكر بشكل كبير من الذي يأتي للإليزي في هذا التوقيت؟ بالتأكيد يعني هذه نقطة مهمة جدا، كل ما يهم الفرنسي الآن هو كيفية استكمال الشهر. هو يعني سيكولوجية الشعب الفرنسي أو ثقافة الشعب الفرنسي هي يتعامل مع مرتبه بالتساوي، معروف أنه كل شهر عنده تأمين، التأمين على فكرة في تأمين صحي وتأمين على السيارة وتأمين على المنزل وتأمين، فالمرتب بياخده بيكون متوزع قبل ما يدخل حتى إلى يعني إلى جيب المواطن الفرنسي، فيتبقى بعض من المصروفات. هذه المصروفات طالما الفرنسي يقوم مثلا بالذهاب الى المطعم 3 مرات في الاسبوع، الان اصبح يذهب مره واحده، الى السينما مرتين في الشهر اصبح يذهب مره واحده، وبدا يغير حتى يستطيع ان يستكمل الشهر، لان الحياه بدات تكون غاليه بالفعل. يعني عندما نتحدث عن القهوه يعني هذا مشروب الفرنسيين المفضل زاد بنسبه كبيره، الخبز زاد بنسبه كبيره، وأيضا السكر زاد بنسبة كبيرة، الحلويات الشوكولاتة زادت بنسبة كبيرة، وأيضا بعض من المأكولات الهامة وأيضا الزيوت بدأت تختفي حتى من بعض من الأسواق في فرنسا، زيادة اللحوم أسعار اللحوم والدواجن. ولهذا الشعب الفرنسي لا يهمه من سيكون يعني ساكن الإليزي بقدر من سيكون من سيوفر له الحياة الكريمة. الشعب الفرنسي يعيش بالكاد، وهذه حقيقة سواء كان من الطبقة الغنية أو من الطبقة الفقيرة، لأن متطلبات الحياة هل هناك يعني بعض المؤشرات التي تقول بأن الشعب الفرنسي ربما يقترح من خلال أي وسيلة سواء كانت مواقع التواصل الاجتماعي
أو مسيرات في بعض الشوارع الفرنسية، يمكن شاهدنا هذه المسيرات في بعض الدول الأوروبية الأخرى نتيجة الضغط الاقتصادي الذي يعيشه سكان بعض الدول الأوروبية. هل هناك تنفيس لهذا الضغط الذي يعيشه المواطن الفرنسي سواء كان من خلال أي وسيلة يعبر عليها عن هذا أو هذه المشقة التي يمر بها الآن؟ بالتأكيد، هي تتذكرين ابان جائحة كورونا كان في حوالي 7 مليون فرنسي يرفضون الالتزام بقرارات الحكومة الفرنسية وأخذ يعني الجرعات والالتزام بهذه الجرعات ويخالف كل ما تمثله الحكومة. هؤلاء منهم من هم في حركة السترات الصفراء، تتذكريها جيدا. صحيح. وهناك منهم من يرفضون السياسة بصورة أو بأخرى ويرفضون كل القرارات التي يعني تتخذها أي حكومة عموما، وهم يعني فئة متواجدة في الشارع الفرنسي، ومعظمهم للأسف الشديد يملك سواء أفكار يمينية متطرفة أو حتى أفكار يسارية يعني من أقصى اليسار. ويعني هذه الطبقة هي متواجدة ولكن تبقى بصورة وبأخرى لا تمثل سوى أقل من 10% من الشعب الفرنسي. ولهذا عندما يتجه أي رئيس يكون ساكن للإليزي فهو يبدأ بالحديث عن الأمن الغذائي. نعم. الآن على القوى الشرائية وعلى الأمن وتوفير. طيب. الأمن وحياة كريمة للشعب الفرنسي. قد تكون بحسب المراقبين خالد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا منفذا ومتسعا ربما للرئيس الفرنسي ماكرو لكسب هذه الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا، بحكم أنها أظهرته بمظهر الرجل القوي في أوروبا، بحكم أيضا هذه الاتصالات المستمرة والمباشرة بينه وبين الرئيس الروسي وإظهاره بأنه الرجل القوي في أوروبا من أو يعني بخلاف عدد من القادة والزعماء، يمكن إلى جواري أيضا المستشار الألماني. هل يمكن القول أن العملية العسكرية ساهمت الروسية طبعا في أوكرانيا ساهمت في زيادة الشعبية على المستوى السياسي على الأقل؟ بالتأكيد همام، يعني بالتأكيد همام، يعني على المستوى السياسي هناك ثقة كبيرة جدا في الأسلوب والاستراتيجية التي يستخدمها الرئيس إيمانويل ماكرون. على فكرة ليس فقط في هذا الملف والملف الأوكراني، من حتى قبل هذا الملف الرئيس الفرنسي كان هو الداعي، تتذكر، لجيش أوروبي قوي. صحيح فرنسا والاتحاد الأوروبي هم يعني حليف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن تتذكر إلغاء يعني الملف الغواصات مع استراليا وتحول الولايات المتحدة الأمريكية وصفها جون إيف لوردريان وزير الخارجية بأنها طعنة في الخلف. هناك سياسة فرنسية يعتمد عليها الرئيس الفرنسي، هو علينا أن نكسب، عليك أن تكسب أو تربح ولكن ليس على حساب الآخرين. هذا هو المبدأ الذي يتعامل معه من خلاله في هذا العالم، عالم المصالح. ولهذا فرنسا كانت تسعى دائما مع الحليف الروسي بعدم استعدائه حتى قبل هذه الأزمة الأوكرانية. فوجدنا أن الرئيس الفرنسي في مؤتمر الدول السبع، تتذكر في جنوب غرب فرنسا في 2019 اللي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني كان الضيف الذي استضافه قبل هذه يعني. صحيح. هذه القمة هو الرئيس الروسي، كان يحاول دائما التقارب مع الرئيس الروسي وعدم الدخول في صراع مع الرئيس الروسي. يبقى الرئيس ولديه أيضا مكرو عدد من الأطروحات بالإضافة إلى الجيش الأوروبي الموحد، أوروبا الموحدة بما فيها روسيا. هذه أطروحة أيضا طرحتها فرنسا مؤخرا بإدخال روسيا ربما داخل منظومة أوروبية موحدة قد تكون على حساب الاتحاد الأوروبي. على أي حال، الزميل خالد شقير مراسلنا من مارسيليا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل وعلى وجودك معنا في هذه التغطية.